مع انطلاق الامتحانات النهائية لنيل شهادة بكالوريا دورة 2023، اتخذت قيادة الدرك الوطني جملة من الإجراءات على المستوى الوطني بهدف ضمان الأمن بمحيط جميع المؤسسات التعليمية المعينة كمراكز إجراء هذا الامتحان، وذلك عن طريق تكثيف دوريات المراقبة وتسهيل حركة المرور عبر المحاور المؤدية من وإلى هذه المراكز، حيث تم وضع مخطط شامل من خلال انتشار وحدات الدرك الوطني قصد ضمان أمن جواري ناجع وفعال، كما يركز هذا المخطط بالأساس على تأمين مراكز الامتحان ومحيطها، بالإضافة إلى مرافقة وحماية عملية توزيع مواضيع المواد من مديرية التربية نحو مراكز الامتحان، برا كما يتم مرافقة وحماية هذه المواضيع جوا لفائدة المراكز المتواجدة في المناطق الجنوبية. يتم أيضا مرافقة نقل أوراق الإجابات من مراكز الامتحان إلى مراكز التصحيح، وهذا بعد نهاية كل يوم. ترافق هذه العملية نشاطات تحسيسية لفائدة الممتحنين، تعمل على تنفيذها وحدات متخصصة على غرار فرق حماية الأحداث للدرك الوطني، والتي ستكون حاضرة أمام مداخل مراكز إجراء الامتحان، وكذا وحدات أمن الطرقات التي تضمن تأمين المسالك وأماكن تواجد الممتحنين. تصدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تكون بالتنسيق الدائم والمستمر مع موظفي قطاع التربية وكذا عناصر الأمن الوطني عبر كافة ربوع الوطن طيلة أيام الامتحان. بهذه المناسبة، قيادة الدرك الوطني تتمنى التوفيق والنجاح لكل أبنائنا وبناتنا الممتحنين في شهادة البكالوريا.